السلام عليكم. هنكمل سي بي يو سكيدولينج الجوريزمز. هناخد ال shortest job first algorithm بالنوعين بتوعه اللي هو ال preemptive وال non preemptive. الفيديو هيمشي بنفس طريقة الفيديو بتاع ال round robin اللي شافه. هنحل الأول مسألة سريعا بالطريقتين، وبعد كده نعمل implementation، نشوف ال algorithm ازاي ونعمل implementation في البايثون. هيبقى سريع إن شاء الله، مش هياخد حاجة. خلينا نشوف المسألة الأول على طول. عندي المسألة هنا، نشوف الأول شورت جوب فيرست بيعمل ايه. عندي مجموعة بروسيس برضو عايز اشتغل على السي بي يو. بشوف برجع اختار البروسيس، بشوف اقل البروسيس اللي هي اقل بارس تايم هي اللي تشتغل الأول عشان تخلص بسرعة. يعني ببدأ ان انا واحد عايز يخلص بسرعة ما يعطلوش، وبخلي اللي هي اكبر وقت بتبقى في الآخر. فانا بيبقى عندي كيو مثلا، بشوف البروسيس اللي فيه وبعمل لها سورت بقى من ال يعني ascending التصاعدي اللي حسب البارس تايم. عندي نوعين، البريميتيف والنون بريميتيف. خلينا نبدأ بالنون بريميتيف انه اسهل. في النون بريميتيف بيبقى عندي مجموعة بروسيس برضو في الكيو، بختار اللي هي اقل بارس تايم وتشتغل في السي بي يو عادي، بس بتخلص البارس كله. وبعد كده لما تخلص ابقى اروح اختار حاجة تانية اللي هي اللي جه عليها الدور، بقى تبقى اقصر واحدة جت موجودة دلوقتي في الكيو بعد اللي خلصت. اما البريمتيف هو مش بيسيبها تخلص للاخر، هو بيشوف لو هي شغالة في واحدة جت والوقت بتاعها اللي هتستهلكه اقل من الوقت اللي فاضل للبروسيس اللي شغالة دلوقتي، فباخد اللي وقتها اقل وبعمل بوز للي شغالة دلوقتي وبرجعها للكيو. ففي ال non preemptive ماليش حق ان انا اطلع بروسيس انا اخترتها بالفعل، بينما في ال preemptive ليا الحق ان انا اشيل بروسيس واحط مكانها بروسيس ثانية وبرجع اكمل ديت بعدين لما يجي الدور عليها. فخلينا نبدأ الاول بال دوت كده، ال non preemptive. تمام، وده هنا هعمل simulation ال queue. عندي 4 processes كل واحدة ليها برضه arrival time و burst time بنفس الطريقة. عند دي الشارت بتاعتي اللي هي الجانت شارت اللي هيتعرض عليها السكيدولينج. يعني بنفس الطريقة عند التايم صفر كان عندي مين، عندي بروسيس واحد. هل في حاجة تانية؟ لا مفيش. فأنا لو ده كيو عندي بسورت بالبارس تايم مفيش غير دي أصلا، فهو هياخد دي هيشتغل عليها. خلينا ايه بدل ما اكتب بقى واحد واحد كده لغاية 7، هعمل كده اهو، نحدد كده لغاية ايه 7. ده كده كله مين، دي البروسيس اللي هي بي واحد اشتغلت في الوقت ده كله. تمام، وكده ايه بي واحد خلصت. ايه طيب، في خلال ما بي واحد شغالة او لغاية الزمن اللي انا وقفت عنده اللي هو 7، مين كان جه؟ انا استهلكت 7 سايكل مثلا، فبشوف مين كان جه خلال السبعة دول. في واحدة على الارايفل تايم بتاعها 2 اللي هي بروس 2، وبروس 3 الارايفل بتاعها 4، وبروس 4 الارايفل بتاعها 5. فكل دول وصلوا، فانا بالفعل عندي مين، عندي في الكيو هنا بي 2 جت، بي 3، بي 4. بس انا مش هاخدهم بالترتيب كده، انا هشوف مين اقل بارس تايم. خلينا نبص بي 2 ديت البارس تايم بتاعها كام؟ 4. طيب يبقى ديت كده ايه البارس تايم بتاعها 4، وديت البارس تايم بتاع بي 3 كان 1، البارس تايم بتاع بي 4 كان 4 برضو. طيب كده اقل واحدة عندي هي البي 3، فدي اللي لما نيجي نسورت هنحطها في اول الكيو. طبعا البي 1 دي هتطلع خلاص خلصت، اما بي 3 هتيجي في اول الكيو. دلوقتي عندي بي 2 وبي 4 هما زي بعض في البارس تايم، يبقى مين اللي هتيجي الاول؟ هنشوف بقى بالارايفل تايم، اللي وصلوا الاول تشتغل اول طالما هما الاثنين ايه ليهم نفس المده. فناخد البي 2 وبعد كده بي 4. طيب يبقى هنا هشغل مين الدور دلوقتي على، لاحظ ان انا برضه هشغل دايما اللي على وش الكيو. وهنا دي اللي هتشتغل اللي هي مين، دي بيت كده بي بي 3، وكده بي 3 خلصت. هيبقى الدور دلوقتي على بي 2 وبي 4 لأن مفيش حاجة جديدة جت ودول سورتد بالفعل. فبي 2 هتشتغل قد ايه؟ 4 سايكل، يبقى من 8 لغاية 12 كده.
دي كده مين B2، وبعد كده آخر واحدة هتبقى P4، 4 سايكل برضو لغاية 16. يبقى أنا عندي دي كده P4، لأن كده خلصت مفيش حاجة تانية جت، فدول كده الاتنين، B2 خلصت الأول والB4 في كيو خلصت برضو. فكده الكيو بتاعي برضو بشتغل على الوش دايما، اشتغلت 1 3 2 4، هنا برضو 1 3 2 4، كل واحدة بالسايكلز بتاعها. طيب عايزين نشوف الكود دوت بيمشي ازاي، الالجوريزم سوري بيمشي ازاي عشان نعمل كود. فهنقول هنا الأول أنا بعمل ايه. فأول خطوة عادي بتشيك على نيو بروسيس، تشيك فور نيو بروسيس اللي هي وصلت، يعني نيو بروسيس arrive ده مثلا، ماشي، وتشيك فور نيو بروسيس arrived. طيب بعد ما باخد البروسيس بتاعي بعمل ايه؟ بعمل سورت، سورت باي first تايم، وده بيبقى ascending، ولو البرست تايم متساوي يبقى زين باي arrival تايم لو انا احتجت، يعني الاولوية الاول برست تايم، لو متساويين يبقى اشوف مين اللي وصل الاول. طيب تالت حاجة بعمل ايه؟ execute، execute execute till completed مثلا، يبقى انا بشوف البروسيس اللي جاية جديد، البروسيس اللي وصلت جديد، وبعد كده بسورتهم كلهم مع اللي موجودين، وبشوف مين اقل واحدة واعمل لها execute للي هي ايه، execute till complete دوت for shortest، خليني اكتب كده shortest process يعني، ماشي. طيب الكلام ده كله ايه؟ الكلام ده هو loop لغاية ما اخلص البروسيس اللي انا متوقع ان هي تجيلي، فده كده loop، ماشي. برنامج هيبقى شبه بتاع الراوند روبن شوية، بس مش نفس الفكرة من جوه، يعني هيبقى اللي شاف الراوند روبن. خلينا ندخل كده على طول نعمل ايه، نفتح ال idle بتاع البايثون، نعمل new file، نقفل كده الايدل دوت، ونكتب هنا ايه السكريبت بتاعنا. هنعمل كلاس، انا ممكن اخد الكلام ده كوبي من الـ من الفايل التاني اللي هو بتاع الراوند روبن اللي احنا لسه كاتبينه من شويه، لكن خلينا نكتبه كده على طول. في اي دي، كل بعمل بروسيس الكونستراكتور بتاعها بياخد الاي دي والارايفل تايم البارس تايم، واقول سيلف دوت بي اي دي بيساوي البي اي دي، وسيلف دوت ارايفل بيساوي الارايفل تايم، والسيلف دوت بارست بيساوي البارست تايم. عايز اعمل شارت اللي حافل الاي ديز فيها، فخلينا نقول شارت مثلا لسه فاضيه، وهنعمل فانكشن ال SJF اللي هو شورت جوب فيرست، نعملها كابيتال كده مثلا. بتاخد مني ايه؟ طبعا دلوقتي مفيش عندي حاجه زي تايم كونتر، مفيش الكلام دوت، فعندنا بس عايزين ناخد الليسته بتاعه البروسيس وطول الليسته ديت ان مثلا، و ممكن هناخد ايه، هناخد البري ايميشن هل هو بري ايميتيف ولا لا. طيب هنعمل كيو فاضي، ده اللي هنفل فيه، هناخد فيه اللي هنستقبل فيه البروسيس اللي وصلت بالنسبه للتايم بتاعي، والتايم بتاعي بيبدا من الصفر، وعندي النمبر الارايفد بروسيس بيبدا من الصفر، والريدي بروسيس في الكيو بتبدا من الصفر برضو، والدون بروسيس كلها صفر، كل الحاجات ديت initialization. خلينا نقول له كده دوت ال arrived process. اللي شاف فيديو round robin اكيد يعني انا شرحت الفكره في بستخدم الحاجات دي ليه، هي هتبقى شبه نفس الفكره برضو. طيب قلنا عايزين نعمل while loop، فالاول هنقول له انا عايز اقول له ايه، هل اعرف انا primitive ولا لا، انا هستخدم function ديت هعمل نفس function هستخدم فيها طريقتين، فهقول له not primitive، يعني انا بعت له البتاع دوت بصفر، البريمتيف اللي متغير ده بعته له بصفر، فنات بريمتيف دي بترجع لي ترو لو دوت بصفر، تمام. فنات بريمتيف هنقول له وايل الدون اقل من الان اللي هي اللينس بتاع البروس المفروض يجي لي، هنعمل ايه، هناخد في كل مره بنفس الطريقه اللي احنا قلناها
تشيك فور نيو بروسيس، وبعدين هنسورت، وبعدين هنإكسكيوت. فخلينا نكتب هنا for i in range من ال arrived process لغاية ال n بتاعي، لأن أنا كل مرة زي ما قلنا قبل كده كل مرة بلوب على ال list ال process كلها، بس مش من الأول، بلوب من أول واحد أنا ما كنتش خدته معايا عشان ما أخدش اللي أنا خدتهم قبل كده. طيب لو هلوب وهقول لو ال time دلوقتي أكبر من أو يساوي ال process dot arrival، يبقى هنعمل إيه؟ أنا المفروض أكتب if هنا، ماشي، if ال time أكبر من أو بيساوي ال arrival، يبقى أنا المفروض أخدها معايا فين؟ في ال queue append list of i، تمام، وهزود عدد ال arrived process، وهزود عدد ال ready process، تمام، كلام سهل كده. خدنا الحاجات الجديدة، في حتة كنا قلنا عليها اللي هو لو أنا أصلا ما جاليش حاجة فلازم أهندل الأول الحتة ديت، أقول له لو الـ ready process أقل من الواحد خلي الـ time بتاعي يزيد cycle مثلا، ونحطها الـ cycle ديت في الـ chart بتاعي، هنعمل append الـ 0، يبقى أنا كده كنت idle في الـ cycle دي، والـ time زاد، وهنقول له إيه continue، يروح يشوف بقى لو في حاجة وصلت ولا لسه. طيب دلوقتي لو أنا بقى وصل لي حاجة، يبقى أنا ما دخلتش في الـ if اللي فاتت دي، فهقول له لو الكيو اللي انا دايما قلنا بنشتغل على وش الكيو. الاول احنا قلنا بنعمل سورت، معلش المفروض نعمل سورت الاول للكيو دوت قبل ما نشتغل. ففي عندي فانكشن جاهزه في البايثون اسمها سورت، ديت بتعمل ايه؟ بستخدمها ازاي؟ قصدي بعمل اسم الليسته دوت سورت. لو انا عملت كده بس انا كده بسورت لسه ascending، بس يكون فيها values. انا الليسته بتاعتي اصلا ما فيهاش values، اللي هي الكيو دوت، الكيو بتاعي ما فيهوش values، هو فيه objects، فانا عايز sort باتريبيوت معين، يعني عايز اقول له sort لي حسب البارست دوت او على حسب الاي دي او كده. ففي حاجه اسمها key. طيب الكي هدي له ايه؟ في فانكشن الحته ديت انا بحثت على النت طلعتها على طول، يعني هي مش صعبه، لو عايز سيرش عليها تفهمها. في فانكشن اسمها لامدا، لامدا دي هي انونيمس فانكشن، تديها مثلا اسم اكس وتقول له يترجع لك ايه، يترجع لك مثلا الاكس دوت بارس، يبقى هو بيسبستيتيوت الاكس ديت بالاوبجكت اللي بيقارن بيه. فالحته دي معناها ايه؟ انت هتسورت بناء على الكي بتاعك، هيبقى ايه؟ هيبقى الاوبجكت البارس بتاع الاوبجكت، تمام، الاتريبيوت دوت هو الكي بتاعك في السورت اللي هتقارن بيه. طيب لو عايز سورت عن طريق كذا حاجه، يعني اقول له بالبارست، ولو البارست متساوي يعني الاثنين بيساوي بعض، هو مش عارف يرتب مين الاول، فممكن يحطهم اي حاجه او على حسب مين موجود الاول عنده. فاحنا هنحدد له ان انت لو البارست متساوي نعمل كومه كده، ندي له اتريبيوت تاني وهنقول له هتسورت بالارايفل. يبقى انت لو هتسورت بالبارست، لو البارست متساوي هيروح يسورت بالارايفل. دي حاجه موجوده في البايثون، وفي فانكشن على فكره سورت برضو في السي وفي السي بلس بلس موجوده، ممكن نعمل لها function يعني بتقارن، بتعمل مقارنة بناء على أكتر من attribute بنفس الطريقة دي. فالحتة دي هتبقى سهل إن احنا ننقلها لل C أو لل C++. المهم احنا كده عملنا sort على queue دوت بال burst time وبال arrival في حالة إن ال burst متساوي، زي المسألة بتاعتنا B2 وB4 كانوا متساويين في ال burst، فحطينا B2 الأول عشان هي وصلت الأول. طيب دلوقتي احنا عملنا سورت، فالمفروض ان اللي في وش الكيو دلوقتي، اللي في كيو اوف 0، الكيو اوف 0 بتاعي المفروض يكون فيه اقل وقت. فهنقول له لو البرست بتاعي اكبر من الصفر، الحته دي بنعمل احتياطي بس عشان نتاكد ان في حاجه هتشتغل، يبقى دوت ايه، انا كده دلوقتي متاكد ان الكيو اوف 0 هو اقل برست، فدوت اللي هقارن اشوفه ايه. لو البرست بتاعه اكبر من الصفر هنشتغل فيه. هنشتغل فيه ازاي؟ واحنا عايزين نشتغل البارست كلها، مش هيطلع الا لما يخلص. فهنفل التشارت، التشارت بتاعتي هفلها من اول التايم، هنفلها بمسافه قد ايه. ممكن افلها بمسافه الكيو اوف 0 دوت بارست. انا قبل كده كنت عامل حكايه اللي هو بقول من اول التايم لغايه التايم زائد الكلام ده، بس اعتقد ان الحته دي ملهاش لازمه، لان انا بعمل ابند مش بحط بالاندكس، فانا ما يهمنيش قوي. فهقول له هتمشي لي بس مسافه ايه الكيو دوت بارست، يعني
على طول المدة بتاعة البارس ديت هنعمل ايه؟ هنفل التشارت append بال كيو اوف 0 دوت بي اي دي كده. المفروض الكلام يبقى منطقي. طيب وبعد ما عملنا فيل المفروض ازود التايم بتاعي دلوقتي بتاع السي بي يو. زاد المفروض ان احنا يكون زاد بقد ايه؟ زاد بالكيو دوت بارست. تمام. وفي الحالة دي هقوله ان الدم بروسيس زادت واحد والريدي بروسيس قلت واحد، اللي هي اللي جاهزين دلوقتي يشتغلوا. يبقى انا كده خلصت بروسيس واقوله ان الريدي بقى قل واحد. الحتة ديت اعتقد ما تفرقش معانا قوي في الـ في الـ في الـ في النوت بريمتيف. هتفرق في الـ في البريمتيف ان انا حكاية ان انا اقوله ان الريدي قل بواحد او كده، لان انا ممكن في بروسيس ما تبقاش خلصت وترجع للكيو تاني وتشتغل بعدين. هي الحتة دي يعني واضحة اكتر للي شاف الفيديو اللي فات بتاع الراوند روبن، ان انا كنت شرحتها بالتفصيل. طيب دلوقتي انا اصلا المفروض ان انا خلصت البارست، فهعمل ايه عشان المفروض ان انا اشيل الاوبجكت ده من الليست؟ ففي حاجة طريقتين، يا اما ان انا اقول له الكيو دوت هنعمل بوب للاندكس 0. بس انا ما بحبش ما افضلش الطريقه ديت قوي، لان هي حلوه في البايثون بس لو جيت على رحت للسي حاولت تنقل الكلام ده للسي مش هتبقى سهل انك تعملها. فانا ممكن نعمل تركية كده، هي ايه؟ هنقول له الكيو اوف 0 دوت بارست. هي المفروض دلوقتي وصلت كام؟ المفروض ان هي هتبقى صفر، المفروض ان انا اخليها صفر بس مش هخليها صفر، انا هخليها رقم كبير وليكن مثلا كده 7 ساعات او 8 ساعات ايا كان الرقم. رقم انا ببقى متاكد ان هو مش هيجي لي، يعني بيمثل لي الانفينيتي مثلا. طيب انا ليه بعمل الحكايه ديت؟ هشرحها بسرعه كده. انا بيبقى عندي لسته، الليسته بتاعت البروسيس مثلا عندي بي واحد وفي وراها بي اتنين. البي واحد خلصت شغل فالتايم بتاعها دلوقتي بقى كام؟ صفر. طيب المفروض ان انا اما اجي اعمل سورت هتفضل دي في الاول، لو هي التايم بتاعها صفر هتفضل في اول الكيو، هاجي اروح اشتغل عليها تاني مش هينفع. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيبها اصلا في الاخر، يعني انا عايز اقول له هنا كده دي هتبقى بي اتنين وبي واحد هتبقى في الاخر هنا، واي بروسيس تانية هتيجي بتبقى في النص. طيب ازاي اخليها في الاخر؟ انا عايز اخليها في الاخر بدل ما اشيلها خالص من الليسته يعني عشان تبقى الموضوع اسهل بس. فانا حطيت لها التايم اللي هو ايه؟ 9 9 9. فانا لما بعمل سورت اسندنج بيعمل ايه؟ سورت من الصغير لغايه الكبير بيخليه في الاخر. طيب انا كده مش ممكن ارجع لها؟ لا انا اكيد مش هرجع لها، لان انا دايما قلنا بنشتغل على الكيو اوف 0، دايما بشتغل على دوت لغايه ما الدن بتاعي دوت إيه؟ يوصل يبقى قد الان. وانا دايما الشغل بتاعي بيبقى على الكيو اوف 0، فمفيش قلق من الحته ديت. يعني انا ايه فكر فيها انت كده، هي دي تركيبه بس صغيره عشان ما تضطرش ان انت تشيل الاوبجكت نفسه من الليسته عشان ما تبقاش رخمه بس في الامبلمنتيشن. ماشي. طيب كده المفروض ان احنا خلصنا. احنا قلنا بناخد البروسيس الجديده بن سورت وبعدين بن اكسكيوت. المفروض ان احنا كده المفروض يكون البرنامج مظبوط. فهنجرب، عايزين نعمل البي ليست، لسته فاضيه وهنحط فيها شويه بروسيس. هنعمل نفس اللي في المساله، هنحط ابند ايه بروسيس جديده الارايفل بتاعها هنا الاي دي الاول بتاعها 1، الارايفل 0، البارس بتاع اول واحده كان 7. ماشي. خلينا ايه ناخد 4 كوبي كده ونقول له ديت الاي دي بتاعها كان 2 ودي الاي دي بتاعها كان 3 ودي الاي دي وال4 وديت البارس الارايفل بتاعها 2 4 5. طيب دول كانوا 7 4 1 4. وعايزين نطبع الشارت ديت. المفروض الاول اشتغل الفانكشن اعملها كول عشان تفل الشارت. احنا حطينا الشارت هنا ما حطيناهاش، المفروض اقول هنا جلوبال شارت عشان يقراها جوه الفانكشن ويعدل عليها. هنحط الليسته ونحط اللينث بتاع الليسته البي ليست ونحط له البريم ميشن. انا هقوله صفر يعني نوت بريمتيف. تمام. نسيف الفايل دوت SJF ونرن. احنا المفروض في حاجة غلط هنا، كتبت بس الاسم غلط، بروسيس المفروض كان مظبوط. المفروض بقى اعمل برينتر للتشارت بعد ما عملت كل الفانكشن، هي المفروض انها اتملت. سيف. طيب هو طبعا لي ايه؟ خلينا نفتح كده اللي احنا كنا كاتبينه، ماوس
وكده. انا عندي الواحد شغالة 7 سايكل، هما 3 4 5 6 7. الثلاثة اشتغلت سايكل واحدة، بعد كده الاثنين اشتغلت 4 سايكل، وبعد كده الأربعة اشتغلت 4 سايكل نفس اللي على الرسمة. فكده ايه الالجوريزم بتاعنا مظبوط. طيب هعمل فيديو تاني قصير ياخد اللي هو بقى النوت بريميتيف، هيبقى سهل، هيبقى مفيش فرق كتير على الكلام ده، بس عشان وقت الفيديو هياخد سوري اللي هو البريميتيف، مش اللي احنا كده خلصنا النون بريميتيف، كود قصير هناخد بقى بعد كده البريميتيف. هقفل الفيديو على كده ونشوف الفيديو اللي جاي.